أهلا بكم. بعدما عرضت قناة الجديد فساد إحدى شركات التخليص الجمركي، أحال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الملف إلى الجهات المختصة للمباشرة بالتحقيق، كما أعلن وزير الاقتصاد نقول نحاس قبيل مغادرته إلى قطر اليوم. فيما دعا وزير الداخلية مروان شربل خلال افتتاحه ووزير العدل شكيب قرطباوي قاعة محاكمات جديدة في سجن رومي، دعا أجهزة الدولة إلى ملاحقة القضية الفضيحة، وإلا لن نستطيع بناء دولة، مشيرا إلى أن ما وصلنا إليه هو نتيجة لانتفاء المحاسبة. وإذ وجه شربل رسائل إلى الحكومة قال إن الحق على الدولة اللبنانية، موضحا أن هناك عناصر أمنية متواطئة مع الفارين من السجن وسوف يتحملون المسؤولية، كما أشار إلى أنه تمت عملية تزوير للهويات. في هذا الوقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يجمع في عين التين مسؤولي العشائر والقبائل في منطقة البقاع لإبلاغهم الدعم المطلق للخطة الأمنية الخاصة بالبقاع، وقال إننا بحثنا مع المراجع السياسية وبعد التشاور مع حزب الله والجيش ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان بضرورة تواجد الدولة في البقاع بصورة دائمة، حتى لو أدى ذلك إلى سحب قوات من الجيش من الجنوب، لأن المناعة في الداخل لا يمكن فصلها عن أهم فصول المقاومة. وقال نعم نحن مسؤولون لأن هناك 33,000 مذكرة توقيف، سائلا هل نترك هذا الجزء من منتصف الليل يتغلب على نهارنا الناصع في البياض؟ هل نريد أن تحرم المنطقة من الاستثمارات نتيجة لبعض الارتكابات؟ حتى أهالي البقاع يهربون من إقامة مشاريع بين أهلهم، ونحن لن نقبل بذلك على الإطلاق. وزيراء الداخلية والعدل افتتحا قاعة المحاكمات الجديدة في سجن رومي. شربل تحدث عن تواطؤ من بعض العناصر الأمنية في قضية فرار مساجين واعدا بالمحاسبة، وقرطباوي تعهد بالإسراع في المحاكمات. على قاعدة أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، اعترف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بمجموعة من الأخطاء والتجاوزات حدثت وتحدث في سجن رومي المركزي، وهو إذ انطلق من فضيحة فرار 3 سجناء التي حصلت مؤخراً، تحدث بشكل واضح وصريح عن تقصير للدولة وأجهزتها في هذا المجال، لاسيما عن تواطؤ عدد من العناصر الأمنية مع السجناء الفارين، ووعد بالمحاسبة وبضبط الأمور، مؤكداً أنه لا يجوز بعد اليوم أن يعامل سجناء رومي على طريقة المثل الشعبي ناسب سمنة وناسب زيت. راح أحكيكم بكل صراحة، اختيارنا للعناصر بالمدة الأخيرة يعني من 2 و3 لهلا لحتى نعمل معادلة طائفية موجودة، صرنا نجيب أسوأ العناصر. بحكيكم بكل صراحة ورح أحكي من قلب مفتوح، وأنتم تعودتوا أن أنا أحكي الصراحة، رح نجيب لأنه هذا اللي موجود اللي صار، أنه أنا اللي ثبت لي مظبوط من الإجراءات اللي عملناها، في عناصر متواطئة بدهم يتحملوا المسؤولية، والثلاثة اللي هربوا بدهم يفوت محلهم ثلاثة لأنه بدهم يضلوا في إكيليبر جوا. 3 عناصر مينيموم بدهم يفوتوا على سجن رومي، ورح يقعدوا على التخت زيته وعلى السرير زيته وعلى الأكل زيته مع الثلاثة اللي هربوا. صار في نوع من عملية تزوير للتذاكر ونحطت برضو بتواطؤ، ما بتنحط إلا بتواطؤ، لأنه وقت اللي بيفوت الشخص ليواجه السجين بيبقى في حاجز بينه وبينهم، ما بيقدر يتصلوا مع بعضهم، إذا ما فتحوا له الباب ما بيقدر يطلع ويفوت. هيدي هي الشغلة اللي نحن هلأ عم نفتش عليها، وبعتقد أنا أنه في عالم بتنظلم وفي عالم ما رح تنظلم ضمنا. اعتبارا من اليوم النظام اللي كان متبع بالتفتيش بده يتغير، النظام اللي متبع بالأجهزة الأمنية بده يتغير. رح نركب كاميرات، رح نجيب أجهزة هي تفتش الأكل وتفتش المي وتفتش كل شيء. والأخطر في حديث شربل اعترافه بأنه لم يحصل منذ العام 2010 تفتيش لأي غرفة من غرف الموقوفين الإسلاميين في رومي، ورأى أن افتتاح قاعة المحاكمات الجديدة في السجن المذكور من شأنه أن يحسن الأوضاع ويضبط وضع السجناء. والفضيحة اللي صارت امبارح واللي حضرتوها على أحد أجهزة التلفزيون، أنا بتمنى أنه كمان على الجمارك على البور كمان يتلاحقوا، وكمان ضمن القضاء يتلاحق وضمن الأجهزة
الأمنية تتلاحق وضمن وزارات الدولة كلها يتلاحقوا وما نرحم حدا من هالأوراح، والله العوض بسلامتكم. لن نبني دولة بهالفكرة وبهالعقلية اللي نحن فيها هلا. وأنا عم بشتغل مع مجلس قضاء، مع تفتيش قضائي على تسريع المحاكمة بشكل إنه ما نظلم ناس وبالوقت ذاته نريح ضميرنا. اللي بده عقوبة بده عقوبة، واللي بده براءة بده براءة، وهالمحكمة جزء أساسي من هالإفورت من هالنشاط اللي بينعمل لتسريع المحاكمات، على الأقل المحاكمات الكبيرة. وحمل قردباوي مسؤولية السجون في لبنان إلى الحكومات المتعاقبة التي لم تفعل شيئا. بعد التقرير الذي عرضته قناة الجديد مساء أمس عن فضائح المرفأ وفساد إحدى شركات التخليص الجمركي، لفت وزير الاقتصاد نقول النحاس إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أحال الملف إلى الجهات المختصة للمباشرة بالتحقيق، مشيرا إلى أنه لا يريد استباقه. نحاس أضاف في حديث إذاعي أنه إذا طلب ميقاتي فتح الملف فهذا يعني أن لديه قناعة بالوصول إلى الخواتم، داعيا إلى انتظار التحقيق ليبنى على الشيء مقتضى. الرئيس نبيه بري يناشد الجيش أن يكون بالبقاع حتى لو أدى ذلك لسحب وحدات منه من الجنوب. أمام وفد من عشائر البقاع في دارته في عين التينة، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أهالي البقاع مع أهالي عكار العمود الفقري للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مذكرا بما قاله في ذكرى تغييب السيد موسى الصدر أن الدولة مطلوبة لكم ولستم أنتم المطلوبين لها، هي الغائبة والطافرة. لذا تبحثنا مع المراجع السياسية وبعد التشاور مع الإخوة في حزب الله ومع فخامة الرئيس ودولة الرئيس والقوى الأمنية وخاصة قيادة الجيش بضرورة التواجد في البقاع، ليس لخطة أمنية فحسب، بل بصورة دائمة حتى لو أدى ذلك لسحب قوات من الجيش المتواجد في الجنوب. فبرأيي المتواضع، المناعة في الداخل لا يمكن فصلها عن أحصول في مقاومة الاحتلال. عندنا مطلبين، وأنا بالحكومة أتمنى ألا أحشر في الزاوية. عند تعيين المحافظين آمل أن يكون اسم محافظ بعلبك الهرمل من أوائل التعيينات، وألا تهمل هذه القضية، وأنتم دولتكم تستطيعون أن تقولوا لمن يهمهم الأمر ويعنيهم أن هذا الموضوع أساسي. وشدد بري على أن الخطة الأمنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تواكب وترافق بالتنمية، فالدولة ليست فقط مشاريع قوة بل مشاريع تنمية وخدمة، ولم نعد نقبل وعودا فقط. ثم عدد بري عدد من المشاريع الإنمائية التي أقرت في مجلس الوزراء كمشاريع إنمائية للبقاع. في سوريا تتواصل المعارك على وقع عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي. عرضت مواقع المعارضة السورية مشاهد لمجزرة قالت إنها وقعت في دارية في ريف دمشق على أيدي النظام السوري. وفي حلب سقط 8 جنود من القوات النظامية في هجوم بسيارة مفخخة نفذه معارضون على حاجز للجيش السوري عند مدخل المدينة. أما في إدلب فأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار المعارك لليوم الثالث على التوالي في محيط معسكر وادي الضيف في معرة النعمان، وهو الأكبر في المنطقة. ميدانيا أيضا ولكن على مقلب السلطة، قال التلفزيون السوري إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لترميم الجامع الأموي الكبير في حلب، وهو من أقدم المعالم التاريخية الإسلامية في سوريا، والذي تعرض للحرق جراء المواجهات في داخله. كما وعرض التلفزيون السوري مشاهد من داخل المسجد، وقال إن مسلحي المعارضة قد عاثوا خرابا في المحتويات في وقت كانت مواقع المعارضة الإلكترونية تنفي أن يكون الجيش الحر قد فقد أساسا سيطرته على المسجد. عند الحدود التركية كانت المواجهة الجديدة في ميدان الطائرات. قالت أنقرة إن مقاتلاتها الحربية أجبرت طائرة أرمينية على الهبوط في شرقي البلاد لتفتيشها قبل توجهها إلى حلب السورية، موقف سارعت ييريفان لنسفه بإعلانها أن طائرة الشحن الأرمينية تنقل مساعدات إنسانية
سوريا، وطلبت مسبقا استخدام المجال الجوي التركي، وتم الاتفاق حينها على الهبوط في أحد المطارات التركية. سياسيا، طار المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى بغداد بصحبة مقترحات إيرانية، وقالت طهران إنها سلمت الموفد الذي يواصل جولته في المنطقة مقترحات لإنهاء الأزمة السورية. رأينا في الأفكار هذه ما يمكن أن يساعد بما يأتي من آراء من الدول الأخرى التي هي لا تقل اهتمام بالوضع السوري من الجمهورية الإسلامية. في جولة جديدة من العقوبات الأوروبية على سوريا هي 19، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 30 شخصية وشركة سورية. وزراء الخارجية الأوروبيون قالوا إنهم لم يتمكنوا من تحقيق تقدم حقيقي مع روسيا في الملف السوري خلال اجتماعهم مع نظيرهم الروسي سيرجي لافروف مساء الأحد. ناقشنا سوريا بكل أبعادها مع لافروف. لا أستطيع أن أقول إننا حققنا أي تقدم، لم نتوصل إلى أي اتفاق. من الضروري إقناع الذين يواصلون حماية نظام الأسد بأن خطر امتداد النزاع يتزايد وخطر حرب بالوكالة يتزايد أيضا. وفي الدوحة بدأت الأمانة العامة للمجلس الوطني المعارض اجتماعاتها برئاسة عبد الباسط سيدة لبحث الوضع الميداني والسياسي في سوريا، فضلا عن جهود إغاثة اللاجئين. أهلا بكم من جديد. الجامعة اللبنانية في مرمى اعتصامين في كلية الفنون وإدارة الأعمال وتصعيد في الأيام المقبلة. تقرير لدلال بزي. مجددا تشهد الجامعة اللبنانية تحركات طالبية، فقد اعتصم عشرات الطلاب المسجلين في كلية إدارة الأعمال الذي هو في الأساس مبنى لكلية الحقوق. من كل فروع الجامعة اللبنانية أتوا رافعين اللافتات المنددة بسياسة الجامعة. المطالب تنوعت، وأن بقي المطلب الأساس لفرع إدارة الأعمال في الحدث هو تأمين مبنى لكلية إدارة الأعمال أسوة بكافة الاختصاصات التي تمتلك مبنى خاصا بها. جمال أحمد حايك مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الأول شرح ولو بشكل مبطن أسباب التحرك. بس انشئ المجمع هيدا ما بعرف ليش، يعني شو الظروف اللي استثنوا فيها مبنى إدارة الأعمال. هلا سمعنا ويقال إنه كان في أسباب، إنه فرق يمكن سعر بين سعر بداية المشروع وسعر نهاية المشروع. طلعت القصة بالنتيجتها يعني إنه طلعت الفشل بكلية إدارة الأعمال، وهيك لسوء الحظ إنه ما طلع لنا مبنى. كيف يعني حظ. كيف يعني سعر ما فهمت؟ يعني بتعرف بالمشاريع ببلشوا مثلا بتقولوا أول شيء بلزموه بسعر معين. إيه. بعدين بنهاية المشروع يمكن بصير فرق بين السعر. هلا عم بحكي عن النية الحسنة. يكون مش هيك، يكون الناس هلا قالوا يكون راح السمسرة. اكتمل عدد الطلاب وحان وقت الإعلان عن المطالب، واللهجة التصعيدية كانت واضحة في البيانات التي حضرت. يجب أن يكون هناك معيار واحد في كل كليات الجامعة اللبنانية في الدخول إلى الماستر. فهناك كليات في الجامعة تدخل فيها الماستر بدون أي امتحان دخول، وهناك كليات بامتحان دخول. فكلية الحقوق على سبيل المثال، هناك القيادة في العام الماضي دخل الطلاب عليها على حسب دراسة ملف 11-20، والآن في هذه السنة على حساب 10-20. أين العدالة؟ أين النسبية؟ فهناك حسابات شخصية لبعض العمداء وبعض المدراء في الكليات حتى يأخذون الطلاب الذين يريدونهم. لن ننسى قرار رئاسة الكلية بزيادة رسوم التسجيل في مرحلة الماستر، ونسألهم هل نحن أبناء وزراء ونواب أو أساتذة جامعات؟ هل نسوا أننا من الطبقة الفقيرة؟ وهل الزيادة تكون 300%؟ وهل نتحمل أعباء فشل الحكومة في تغطية سلسلة الرتب والرواتب؟ طلاب فرع إدارة الأعمال في طرابلس والنبطية جاءوا للمشاركة أيضاً، ومطلبهم إلغاء امتحانات الدخول للماجستير. بما أنه نحن مناهجنا غير موحدة بين كافة الفروع، فكيف نحن بنقدم كونكور موحد؟ يعني على أي أساس حيكون معيار النجاح؟ وإلى كلية الفنون، تجمعات طالبية افترشوا الأرض مقاعد للدراسة بعد أن أقفلت الصفوف بالسلاسل الحديدية، ملصقات على الأعمدة وتصعيد في الأيام المقبلة. عبكرة جاي العميد على الجامعة، نحن رح نتواصل نحن والعميد. في نتائج إيجابية من فك الإضراب، ما في نتائج إيجابية نحن مكملين بالإضراب اليوم وبكرة ولو لآخر السنة. كما طالب المشاركون في الاعتصام إلغاء القرارات التعسفية والعودة إلى النظام الداخلي في الجامعة اللبنانية.
احتفال باليوم العالمي للغذاء في قصر اليونسكو بمشاركة رئيس الجمهورية الذي دعا إلى تطبيق سياسة الأمن الغذائي. تحت شعار التعاونيات الزراعية تغذي العالم، احتفل لبنان بيوم الغذاء العالمي في قصر اليونسكو برعاية رئيس الجمهورية الذي أعرب عن فخر لبنان بانتمائه إلى منظمة الفاو، داعيا إلى تفعيل دور الرقابة على الأغذية وتشجيع البحوث لتطوير الزراعة. الواقع هو أن التجارة والخدمات لها الحصة الأكبر في اقتصادنا، إلا أن هذا الأمر لا يعني إغفال القطاع الزراعي الذي يعتبر المدماك الأول والرئيسي في تأمين الأمن الغذائي، فضلاً عما يسمح به من ربط المواطن بأرضه وتراثه. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن العدالة الاجتماعية مناخ ينبغي أن يسود المنظمات الدولية، وأبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتاج إلى إعادة نظر جذرية في آليات عملها، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام أخذ القرار من أجل التنمية المستدامة الحقيقية. الاحتفال الذي نظمته وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شارك فيه عدد كبير من المعنيين بالشأن الزراعي، وتحدث خلاله الوزير حسين الحاج حسن. ولئن كانت التجارب الماضية لم تكن بمستوى الآمال على صعيد نتائج العمل التعاوني في لبنان، وإن كانت النيات الحسنة والرغبة موجودة، فإن ذلك يدفعنا إلى مزيد من النشاط والبحث عن الحوافز التي يمكن أن تشجع العمل التعاوني وتنجحه لما فيه مصلحة المزارعين والزراعة والأمن الغذائي. كما ألقيت كلمتان عن كل من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو. استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الديوان الأميري، وعرض معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وذلك في حضور رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني والوفد اللبناني الذي ضم وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، الاقتصاد والتجارة نقول نحاس، البيئة ناظم الخوري، الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور، ووزير الدولة أحمد كرامي. هذا وكان الرئيس ميقاتي قد وصل إلى قطر قبل ظهر اليوم بدعوة رسمية، استقبله في المطار رئيس الوزراء القطري. انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي علي زيدان المعارض السابق لنظام معمر القذافي رئيسا للوزراء جديدا للبلاد، وأمهله 15 يوما لتشكيل الحكومة. ستشكل حكومة خلال أسبوعين، هذه الحكومة ستكون حكومة توافق وطني، سنحاول أن نغطي فيها كل الجوانب التي تحقق التوافق بين الليبيين، وستكون هي حكومة مؤقتة بحكم الإعلان الدستوري. قتيلان أحدهما لبناني من جراء سقوط قذيفة هاون على بلدة ربلا السورية والتي يقطنها لبنانيون. اشتباكات عنيفة، قصف مدفعي ودخان كثيف، هكذا يختصر مشهد الصراع السوري من الحدود الشمالية الشرقية من الجانب اللبناني، إلا أن لهذا المشهد تبعات على أهل الهرمل الذين تمتد أوصالهم إلى داخل هذه القرى. بلدة ربلا السورية معظم سكانها من اللبنانيين من الطائفة المسيحية، وقد تعرضت منذ حوالي الأسبوع لهجوم من الجيش السوري الحر الذي اختطف أفراده حوالي 200 رجل من البلدة، ليطلقوا سراحهم بعد بضعة أيام من التحقيق والضرب، لتشهد البلدة مجدداً قصفاً طال منزلي اللبناني عبد يعقوب الأحمر وضيف الله حن الجرجس السوري اللذين قضيا على الفور. عبد عاد إلى مسقط رأسه في الشواغير اللبنانية شهيداً. هذا شاب عبد الأحمر، هو من الشواغير، بلدية الشواغير الفوق والتحت. هودي راحوا من أجل لقمة العيش، كانت الظروف السياسية بالقطاع العربي السوري ما كان في شيء اسمه أي حدا بشيء اسمه طائف، فكانت سورية لكل الناس العرب، وهودي اللبنانيين هودي موارنة تركوا هذه المنطقة وراحوا من أجل لقمة العيش. فاللي صار هلأ نتيجة هاي الأحداث كانوا ضحية، مثل ما أي ضحية فيها ظليمة، أنه راحوا ضحية هاي الأحداث، واستشهد اليوم المرحوم عبدو الأحمر وضيف ضيف الله عطي. فنحن بنحزن أنه الجميع لهن بأولى ولا بآخرة وجودهم بهذه المنطقة بسبب أمة العيش متكاملين مع ناسهم ومنطقتهم بربل. هو حدث شبه يومي في هذه البلدات التي وإن نأى أهلها عما يجري من الأحداث، فإن هذه الأحداث قررت
ألا تنأى بنفسها عنهم. منطقة تل الرمادي وسط مدينة الخليل تعاني الأمرين من جراء اعتداءات المستوطنين المتكررة، لا سيما أن البؤر الاستيطانية قد زرعت في قلب الخليل لتجاور منازل الفلسطينيين. تقرير نبال فرسخ. يطلقون على أنفسهم شباب ضد الاستيطان، أخذوا على عاتقهم مساعدة العائلات الفلسطينية التي تعاني من اعتداءات المستوطنين المتكررة. عمالهم بيعملوا بحملة تنظيف بعد ما قطعوا المستوطنين كل الشجر الموجود حوالينا، قطعوا تقطيع كامل غبار إضافة للمقادورات والأوساخ اللي كانوا يرموها علينا. إجوا شباب ضد الاستيطان شوي يعني حطوا لنا شبك فوق، وإجوا ساعدونا من أجل تعزيز صمودنا، من أجل تثبيتنا في هذا البيت. المستوطنين دائما بيعتدوا على أطفالنا من السطح، الجيش الإسرائيلي دائما متواجد على هذا السطح. هنا في منطقة تل الرمادي بمدينة الخليل المحتلة، شرعت إحدى العائلات بقطف الزيتون بمساعدة متطوعين من مجموعة شباب ضد الاستيطان. أرضى هذا وأنت تحلم. والله وحياة الله وحياة الله، لولا الحكومة حميتك لا أوريك أنه لي له أرض. سرعان ما تحول المكان إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية، الجنود في كل مكان والمستوطنون يتربصون بالفلسطينيين مطلقين عباراتهم المستفزة. المستوطنين هم بيجوا ياخذوا الأرض والجيش بيجي يساعدهم، ممنوع. بقول لك هذا إلنا الأرض، هذه واحدة بتجيني بتقول لي هذا الزيتون أنا زرعته، بتقول لي هذا الزيتون أنا زرعته اللي لها 3000 سنة زرعتها هي. وضربونا وطحونا وبدهم ياخذوا الزيتون إلهم، وصاروا يشتمونا من عن السطوح ويرمونا أحجار. مجموعة شبابية فلسطينية بتعمل على الدفاع عن على الأراضي الفلسطينية من المستوطنين، وتحاول إنه تفضح انتهاكات المستوطنين وانتهاكات الجيش الإسرائيلي. طبعا إحنا موجودين هون ندافع عن المواطنين، ندافع عن البيوت، ندافع عن الأراضي. استفزوه بشتائمهم فرد عليهم، فما كان من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن اعتقلت. المستوطن غلط علي ورديت عليه وهي بدهم يعتقلني. حتى نحن لم نسلم من اعتداءاتهم. هذا المشهد ليس بالغريب على سكان هذه المنطقة، حيث باتت اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي أمرا من روتينيات الحياة اليومية. احنا رايحين نضل ندافع ونهاجم ونوصل صوتنا لأعلى عالم، لأعلى للناس كلها، للأجمع، خليها تسمعنا وتشوف كيف شباب وسكان تل الرمادي كيف بتعاني من قوات الاحتلال ومن المستوطنين. زي ما انت شايفة لحيلنا زي الكلاب ورانا وبدهم يطردونا من أراضينا، بس احنا عمرنا ما بنطلع من أراضينا ورايحين نضل نغامر ونجاهد. الاحتلال الإسرائيلي يهدد ويعتدي ويحاول اقتلاع الجذور وترحيل الأصول من هنا، لكن هؤلاء الشباب خلقوا بإصرارهم على مقاومة الاحتلال وممارساته سدا منيعا يعزز صمود أصحاب الأرض في أرضهم. من منطقة تل الرمادي بمدينة الخليل المحتلة، نبال فرسخ، قناة الجديد. في أخبار الفن الجمال، عنوان كليب جديد صورته مي حريري لأغنية أنا بهواك. عمل جديد جمع كمان المغرب العربي بالراب المغربي، شيء جديد، غنية جديدة، والكليب كمان بدع فادي حداد، والغنية تريو يعني ملحم جونيور، أنا راب فلا أنا. واضح بأنه التركيز على جمال مي حريري كان أساسي بالفيديو كليب، انه بيوتي وهيك القصه، انه ما في ستوري يعني، قصدك انه هيك في ستوري خفيفه، انه اليوم بدك تعمل شيء سهل الممتنع يعني يكون قريب من الناس وهيك، والغنيه بتجبرك لانها دانس. حلوة يعني، كان صورني بقصة وبغير قصة، انه ليك انا مغرورة، بس انه انا عندي البيوتي انه موجودة يعني بكل باي شيء. دي لما تشوفي بالكليب انه هالقد انت مبينة كمان حلوة، هالشيء بيزعلني بزعلني كامرأة، بزعل المفروض تصدق هالجواب؟ ايه فيك تصدقه. اكيد لا والله بزعل،
بحس انه انا هيك هيدا الشعش يعني انه هذا عامل قهره لكثير بعض الناس، يعني انه قهرتهم لدرجه ما بيعرفوا كيف الطريقه اللي ممكن ياذوني فيها. من الاخر حالك اجمل فنانه؟ بعتبر حالي ايه طبعا، انا عندي اولاد فمين هي مثلي؟ انا رجال اليوم بلبنان اللبناني وبالوطن العربي، اذا بده يعاير مره او مرته او اي وحده بتقول لهم خلفي وخلفت وليك شو صار فيي، بقول لها نعم روحي شوفي مي حريري، ولا عمليات ولا شيء. بتقول له بتكون عامله 100 عمليه، عرفت شو؟ انه لا اطمن بلا ما عامله شيء نهائيا، اللي عملناهم هن عملوا اكثر منا. فانا انت اعترفتي من قبل بكم شغله؟ قلت انا عامله منخاري، قلت من زمان هذا المكل في رجال عم يعملوا مناخير. والخدود؟ لا 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 اعوذ بالله، انا مثل ماما، انا اصلا كل الناس شافت صوره ماما لما توفيت، انا امي كوبي يعني عندي خدودي، هي ذات لما صغر منخاري ظهروا خدودي. انا مره سبورتي بعمل رياضة، بنام منيح وما بحكي على حدا. شعور جميل وياك حسيت، وكل حاجة أنا فيك حبيت، عايشة حياتي معك ويا ريت أعيش سنيني معك. تصريحك بأنه أنت أجمل فنانة هذا أكيد رح يعمل ضجة بوقت يعني على الساحة المعروفين بأنه الحلوين هن هيفا وهبة مايا دياب ومي حريرة. يعني هلا لكل جمهور، ليك الجمهور دائما كل حدا عنده راي، بس كأنوسي اكيد انا بتفوق عليهم ثلاثتهم يعني اكيد انه بالأنوسي انا مايا دياب شوي يعني ما فيها أنوسي مايا ابدا نهائيا. هيفا عندها أنوسي بوجهها، جمال كتير حلو، جسم عادي. بيعجبك جمال مريم فارس؟ مريم كيوت مش حلوه مثل نانسي، عرفت شو؟ الجمال في مقاييس الجمال، عرفت كيف؟ يكون الطول، الجسم، في هيدا الجمال، عرفت شو؟ الخصر كذا هيك كيوت بوبي يعني هيك مثل يعني مريم كتير قصيرة، يعني مريم عكس عكس شو اسمها مايا دياب، عرفت شو؟ مايا كتير طويلة زيادة عن اللزوم. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تزور مركز الرعاية الدائمة. قامت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلى الصلح حمادة بزيارة إلى مركز الرعاية الدائمة في الحزمية التي ترأسها السيدة منى الياس الهراوي، والذي يؤمن الرعاية الطبية والنفسية للمصابين بالسكري والتلاسيميا في لبنان والمنطقة، وذلك تحت إشراف فريق من الأخصائيين من أطباء وخبراء في التغذية ومرشدات اجتماعيات تلبية لحاجات الأطفال والشباب المصابين. كان في استقبال الوزيرة الصلح السيدة الهراوي وأطباء المركز والعاملين فيه مع الأطفال وأهليهم. بتشكر الأمير وليد بن طلال اللي هو بيهتم بأطفال العالم. نحن من الداعمين الصغار، هي الداعمة الأساسية بقلبها وبإنسانيتها وبالمعنويات اللي عم تعطيهم. صرح كبير وسيدة كبيرة وقلب كبير، فزقفة كبيرة للست منى، وإن شاء الله الله يقدرك على عمل الخير، والله يقدرنا أنه نساعدك ونتواصل معك على طول. أول ما فتحنا المركز كان في زيارة للأمير وليد بن طلال اللي كانت من أهم الزيارات لهالمركز، وأعطى شهادة ما بنساها بحياتي. ومن وقت ما بلشنا بهالمركز هو دعمنا، وهلأ أنت بتمثلي هالمؤسسة الكريمة اللي هي على مستوى مش بس لبنان، عالمي، لمساعدة كل الناس، وخاصة أنا بحكي عن مركز رعاية دائمة اللي أنتوا سند كبير إلنا، ونحن حقيقة بحاجة لناس مثلكن، بس مثلكن ما في. وكانت جولة للوزيرة الصلح على كافة أقسام المركز، حيث طلعت على أوضاع الأطفال وطريقة معالجتهم والتقطت معهم الصور التذكارية. كان في نشرتنا شربل عن فرار سجناء من رومية. في عناصر متواطئة بدهم يتحملوا المسؤولية. ميقاتي يحيل فضيحة المرفأ إلى التحقيق.
إرغام طائرة أرمنية على الهبوط في تركيا. وكان في النشأة طلاب الأعمال يطالبون بمبناهم، والفنون يقفلون الأبواب. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.